اهلا وسهلا فيكم ببرنامجنا كوزينا سون فيزا، يعني مطبخ بدون تاشيره. انا الشيف مزر قدور من سوريا، بحييكم تحيه كثير طيبه للجميع. لنقدم لكم اليوم اطباق كثير طيبه، لنقدم لكم كبسه على الطريقه السعوديه، كبسه دجاج على الطريقه السعوديه، وعندي سلطه ناعمه. خلينا نبلش انا وياكم بالمقادير. مثل ما انكم شايفين هلا عندي هون فخذ الدجاج، هذا بنسميه الدبوس، يعني كعب الدجاجه من كعب الفخذ بنسميه الدبوس. وعندي هون الرز ناقع تقريبا فترة نصف ساعة، وعندي هون الأشلميش اللي هو الزبيب، وعندي توم، وعندي بندورة وجزر وبصل هودي للطبخ، والسلطة تقريبا مثل ما كن شايفين الخضرة موجودة عندي. هلا لا بحط الدجاج هون بالمي خليه ينسلق، ولعصفي الرز طبعا لعبغسله هيك خليه على جنب شوي، ونبلش بالمقادير تبع الكبسة. عندي هون توم، دعباخة توم شايفين هلا هيك دعبفرمه بهالشكل هذا، وعندي كمان فليفلة دعباخة هالشق في هيدي، قطعها كمان ناعم. حط شوي زيت هون، شوية زيت شايفين، خليهم يحموا شوي، وبحط الخضرة اللي فرمتها. عندي هون شقفة بصلة، فيكن تفرموه خشن أخشن من هيك شايفين بهالشكل هاد. هلا الجزر كمان، بحط الخضرة عندي هون كلهم هيك بحمصهم مع بعض، طبعا مع البهارات. هلا هيك بهالشكل هاد، اول شي اللي عبحط معهم ورقتين غار او ورق الرند يعني المعروف. كمان عندي هون اخترت نص بندوراي حمراء مشان كمان حطها معهم، حمصهم هيك شوي. هلا بحط معهم شوية فلفل اسود شوية خفيفة، شوية مكعبات مرق الدجاج، عندي هون شوية كاري حار شوي، وعندي شوية بهارات مشكلة، وعندي أهم شيء بهارات الكبسة. هيدي البهارات خاصة بالكبسة، ريحتها كتير بتجنن وطيبة بالأكل. بطبخهم كلهم مع بعض، يعني حتى ريحتهم وهن عم ينطبخوا كتير كتير بتجي طيبة. عندي حبتين كزبرة يابسة مع هون، انا ما لعب حط لها معجون الطماطم، لعب حط لها طماطم صحيحه. وهلا بالطبخ كمان لعدوب اكثر. يا سلام لو بتشموا ريحه البهارات لعتجربوا هالاكله. لانه عن جد بهارات الكبسه واكله الكبسه كثير طيبه. يعني هلا بضيف لها البندوره اللي فرمتها، ضيف كمان البندوره معهم خليهم يتحمصوا. و
وبحط معهم حبتين من الزبيب او الاشلميش مثل ما انكم شايفين، حبتين خفاف، والباقي بحطه على وش الطبق كله، خليه يتحمص هيك مع بعض. ما بننسى صفار الزعفران مشان يعطيني لون الرز الأصفر. شوي هيك حركهم كلهم مع بعض، خليهم يتحمصوا مليح. بحط لهم المي، او فيكم تحطوا مرقة الدجاج اللي انتم بتحبوه يعني، او مرقة اللحم ما في مشكلة. هلا بينما حطينا الرز والدجاجة على النار بنعمل السلطة اللي حكينا عنها. بس بنحط هون مي وبنعمل السلطة. يا سلام، ريحة كتير طيبة وطعمة اللي عتكون ان شاء الله كتير لا تعجبكم. نحط شوية مي، خليها لحتى تغلي وبضيف عليها الرز. بشوف الدجاجة عندي هون، بحط لها سن ثوم بس مشان تسحب الزناخة تبعها، وورقة نعنع بس مشان ما يضل فيها زناخة، شوية ملح، وشوية بهارات مشان تضل طعمة الدجاجة كتير طيبة. حطيت لها شوية كاري وبهارات، وبهارات الكبسة لأنه بدي أقدمها مع الرز تبع الكبسة. انتو فيكم ما تحطوا معها شي، تحطوا باقة عطرية يعني ورقة رند وحبة هيل وحبة شوية قرفة عيدان اللي موجود عندكم. هلا مثل ما قلنا لكم السلطة اللي عتكون اللي نقدمها مع فيكم تقدموا مع هالأكلة هيدي بدل السلطة لبن بخيار. سلطة كتير طيبة ولا تعجبكم وكتير بسيطة يعني، ما مو صعبة يعني. عندي هون حبة خيار، شفتوا كيف قصيت الخيار؟ طريقة كتير بسيطة لتقديم السلطة. هلا بحطهم، بحطهم هون عندي بهاي الطاسة اللي بدي أقدم فيها السلطة. شايفين هيدي الشغلات كتير طيبة وسهلة. هلا لعب حط الرز فوق الصوص خليه ينطبخ بعد ما سخنت المي. بنحط الرز خليه لحتى يغلي شوي ومنغطيه. بيطلع عندي رز الكبسة بعد تقريبا 10 دقايق بيكون جاهز. والدجاجة هون عندي جاهزة، بس لجهز السلطة بكمل معها. بناخد ورقتين سلطة او خس، نعملهم بهالشكل هاد مشان يطلعوا معنا ناعمين كتير. بنلفهم هيك بهالشكل هادا، هيك مندقهم على الناعم. شايفين طريقة الفرم كتير كتير منيحة وطيبة يعني، اللي عتطلع السلطة كتير منيحة وطيبة. فرمناهم هيك بهالشكل هاد. عندي كمان حز ليمون،
بس مشان ما احط حمض الليمون بحط ليمون فريش احسن واصح. هيك بهالشكل هاد. كمان بحط لها معها نعنع مشان تكتمل معي السلطة وتصير أطيب. شايفين اخترت هيك ورقتين نعناع، بحطهم هيك بقطعهم بهالشكل هاد. كل السلطة لازم تكون على الناعم، بضيفهم فوقهم. هلا بحط فوقها شوية سماق مجفف، يعني السماق أكيد كلياتكم بتعرفوه. بحط شوية على الخفيف، بحط شوية ملح هيك، ما بكتر لها مشان تكون صحية أكتر. نقطة زيت، نقطة زيت هيك. هلا الرز بس يغلي مزبوط بغطيه وبنستنى لحتى يستوي. هلا السلطة تقريبا عندي صارت جاهزة. هلا لبين ما طلع الرز لعبسكبها، اول شي لنخلطها شوي. شايفين سلطة كتير بسيطة وسهلة يعني وطيبة. ما حطينا لها شيء انه صعب لحتى ست البيت تقدر تعمل هالشغلات هيدي، والمقادير كتير بسيطة. هلا اللي هنحطها بصحن التقديم فورا. خلينا نمسح قدامنا هيك شوي. النظافة من الإيمان، لازم مطبخنا يضل نظيف. هلا بغطي الرز خليه يغلي على مهل. الصحن اللي بدي أقدم فيه السلطة، جهز السلطة لبين ما طلع الرز عندي. لعب بقدمها كمان بطريقة كتير شرقية وبسيطة. شايفين الخس بيخلي السلطة دائما تضل مليانة يعني نابشة. شايفين كيف اجت معي هيك واقفة. هلا بزينها بعرقين خضرة. عندي هون ورقتين نعناع. مشان تضوي السلطة. وعندي الليمون. كل واحد حسب ذوقه بالتقديم. شايفين بمد الليمون هيك. يا سلام يا سلام، عن جد يعني شكل الصحن بخليك تعمل هاي السلطة وتاكلها. يعني حتى طريقة التقديم مو صعبة، يعني ما بدها شي يعني. هيك بهالشكل هذا.
شوية دبس رمان، يا سلام. العين بتاكل قبل التم، يعني عن جد هذا المثل. بس الدجاج بس بمرقه دقيقة هيك على الزيت بس مشان يتحمر. طفي تحته. وبقيمه بحطه هون، بس بدي اعطيه منظر مشان طريقة التقديم تكون كتير منيحة. الرز عندي انا خليت له المي زيادة مشان تعطيني الحبة يطلع حجمها اكبر. هذا الرز كل ما حطيت له مي اكتر كل ما زادت حجم الحبة. هلا اذا بتحبه بنقص منه مي، بنقص شوية مي مشان ينشف بسرعة. وفيكن هاي المي، انا طبعا يعني كنت حاسب حساب بس قدمت السلطة بدال الصوص. فيكن هاي المي تعملوا فيها صوص وتقدموه بدال السلطة او مع السلطة، ما في مشكلة. يعني هذا الصوص تفرموا البصلة مثل ما قلنا لكم والفليفلي والثوم وتقدموهن مع بعض. هلا تقريبا دقيقتين بس بخليها على النار بس لحتى تنشف الرز شوي. بيكون طلعت عندي الدجاجة دقيقتين بس بدها بس تتحمر شوي عندي الدجاجة، وبيكون طبقنا صار جاهز. نجهز صحن التقديم. هيك بس بندوبها. طبعا هي انسلقت يعني ما بدها، انه انا بس عم احمرها بس هيك مشان تعطيني لون شوي بقلب الصحن. خلاص هيك بكفي. والرز صار جاهز. بدي ابسكبه كمان بطريقة كتير من الغلوي على الكلوي فورا. شايفين كيف عطاني اللون الاصفر اللي بدي اياه من صفار الزعفران اللي حطيته. بهالشكل هذا بحطه هون، بحط الزبيب او الاشلميش اللي حكينا عنه هيك فيه، وبحط كمان الكاجو او اي نوع مكسرات بتحبوه انتو اللي هون هاي. هلا الدجاجة
كمان لعب حطها، بس قبل ما احطها بس لازم غلفها بشقفة ألمنيوم. من المفروض هيدي يعني بالمطاعم او ست البيت يعني هيدي انه الطريقة كتير حلوة انه تغلف العظمة تبع الفخذ، بس بحيث انه تعطيني منظر كتير حلو وراقي يعني بالتقديم. حط لها ورقة نعناع هيك بهالشكل هذا. هلا صارت عندي هيك جاهزة. مثل ما قلت لكم فيكم ما تعملوا هيدي السلطة، فيكم تعملوا لبن بخيار، وانتم معكم حرية الاختيار يعني. هلا صحوني صارت جاهزة، كبسة سعودية بالدجاج وسلطة ناعمة على الطريقة الشرقية، وان شاء الله تنال اعجابكم وبتمنى تجربوها يعني، وان شاء الله لا تعجبكم. كان معكم الشيف منذر قدور من سوريا، وتحياتي لكم جميعا.